داري كنت باكل بيض الله وجهك يا مغلق ما شاء الله تبارك الله اون تايم على الوقت بالضبط استاذ احمد ابدع ابدع ما عندي ملاحظات صراحه انا ابدع مخلد نبرة صوته الارتفاع والنزول عنصر التشويق مع عنصر التخويف بدع صراحة يعطيه العافية الله يعطيك العافية عجبني فيه ما شاء الله مخلد سكتاتك جميلة صراحة الله يسعدك يعني الوقفات اللي أخذناها استخدمتها بطريقة جميلة جدا وأيضا كان عندك هدف أننا في تقدم حفل ختامي للبرنامج فاستحضرت أنت موقف معين وهو الختام لكن مدري ليش رشحت نفسك لان اخوياي كلهم اسمع اخوياي كلهم يستاهلون ما ودي احدد شخص عن شخص اذا كنت خليني بختار اذا على كذا انا احييك صراحه بيض الله اذا لان خرجت عن الانا يعني وفقك الله ان شاء الله يستاهل التوفيق الله يوفقك ربي يحقق لكم ياك الله شكرا لك شكرا لك بيض الله وجهك استاذ ابو يوسف تعال ضموني جايب الاول